اللابتوب. يا اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الخير. اهلا ازيك منوره. اتفضلي حبيبتي. سوري معلش بس كان لازم اخد الشاي. سمعينا طبعا يا اسراء من اتخانق انا وامجد. هو عايز كتاب تفاعلي وانا عايزه اتخرج من جامعه. اتخرج ايه؟ عايزه اخد بقى فوق الدكتوراه شهاده. لا دكتوراه لسه ما عملتهاش. دكتوراه. انا شهاده محمد. صباح الخير. ازيك؟ صباح الخير. اهلا وسهلا. بنتكلم عن التعليم الذكي او التعلم الذكي. انت طبعا اشطر مننا هتفيدينا اكتر كمصطلح ده ازاي بيستخدم دلوقتي في المجتمع بشكل عام. طيب اول حاجه صباح الخير. اهلا وسهلا. تشرفت فيكم. هو فقرة إنه أنا أشطر منكم دي. هو التعليم الذكي في الوقت الحالي يمكن يكون بخاطب الجيل الجديد أكثر من الجيل السابق. بس إحنا حاليا بنحاول نخليه إنه مواكب لكل الأجيال, إنه حتى بنلحق الجيل زي ما أنت قلتي عايزة عايزة تمشي أكثر. ففكرة التعلم الذكي لأنه حالياً كل التوجه بغض النظر عن التعليم كل حاجة بقت إنه نحن بنتعامل عن طريق اللي هي الإلكترونيك أكتر حاجة. مزبوط. يعني كل حاجة بقت ماشية إلكترونيك. كل حاجة بقت ماشية إحنا بنسميها تكنولوجيا. يعني انت بتلقى انه كل الجيل القايم ده هو اكتر حاجه التعليم التقليدي خلاص بقى ما حبيه. مزبوط. كلهم بتلقوهم انهم هم عايزين الايباد فاحنا عايزين نربط لهم لانه برضو كمان التعليم مهم. الكتاب التفاعلي. بالضبط. خلينا ندخل في الكتاب التفاعلي. ونبحث فيه. زمان كان في كتاب بالبيت نلجأ له بصفحه بقاموس بفهرس نعرف نمسكه ونحس قيمته. بالضبط. اليوم اطفالنا كيف بدنا نعرف انه مستفادين من الكتاب التفاعلي؟ هل شو تاثير الكتاب التفاعلي على اطفالنا؟ هل هم للاحسن ام للأسوأ؟ يعني الاستنتاج الاخير او خلاصه الموضوع بدل ما نطلع بجيل مش 20 سنه على كتاب تفاعلي ونتفاجئ انه يا ريتنا ضلينا على الكتاب. على كيف ممكن نقيس مدى تاثيره الايجابي او السلبي؟ والله شوف, هو اصلا التعلم الذكي او البرنامج اللي احنا عاملينه تحديدا اللي هو برنامج الايبود هو فيه فيدباك. فاحنا انت دائما لما تجي توصل لاي نتيجه او تجي تعمل اي دراسه اي تجربه انت تجربها اذا فيها فيدباك ما بتكون محتاج على انك انت تعمل دراسات معينه. فهو المقرر عموما بيعتمد على انه ربطي ما بين اثنين. في مقرر كتابه عشان كمان برضه نحن ما يعني ندي حق الكتاب حقه والطريقه التعلم الورقيه. وفي طريقه اللي هم احنا رابطينهم مع بعض اللي هو احنا بنسمي لهم الكتاب بالإضافة للطريقة هو اللي هي بتاعت التركيب والنظام متكامل من 4 وحدات ربطي مع بعض. فإحنا بنسميهم ليه يمكن ما بنسميهم مقرر بس بنسميه مشروع. نعم. اتفضل. كم كمل في مشروع؟ فإحنا بنسميه مشروع. هو المقرر أو المشروع بيكون عبارة عن ربطي ما بين إنه أنت تبدأ تكون المشروع حقك ايا كان شكله ايا كانت. يعني هو حاجه هو فيه فيزيكال وفيه الكترونيك. اللي هو المقرر او المنهج انا اللي بحدده, انا اللي بقرر المشروع؟ لا طبعا, احنا عندنا انت بتكوني بتحددي مثلا المشروع بتحددي الشكل العام بس تفاصيل المشروع واحده. احنا المقرر احنا اللي عاملينه. طب استرا, شو هي الاشياء اللي انتم عم تعملوها اللي بتخلينا نقول والله هذا تعليم ذكي؟ شو هي الركائز اللي بترتكزوا عليها لغايه ما سميتوه تعليم ذكي؟ هل بتستخدموا مثلا فقط الكتاب التفاعلي ام بتكون الامتحانات تقدم اونلاين؟ شو هي الاشياء اللي انتم بتعتمدوا عليها؟ لا, هو اصلا مكون من 4 اجزاء. عندنا هي القطعه اصلا, القطعه اللي عندنا اللي هي الرقاق الذكيه, احنا بنسميها رقائق. ناس التكنولوجيا يمكن بيعرفوها اكثر, يعني بنسميها رقائق. بتيم عليها مثلا بتجي انت بتقولي والله انا عايزه مثلا مشروعي عايزه اطور مثلا نظام بتاع كاميرات معين, نتكلم بلغتكم. مثلا نظام بتاع كاميرات معين او مثلا اتمته اللي هو مثلا نظام بتاع اضاءه معين. فانت بيكون عندك نظام عايزه تطوريه, احنا بنديك الرقاقه اللي هي انت كيف تستعمليها في تطوير النظام.
فاحنا بنديك الخطوات من مش من الالف، من تحت الالف الى اخر حاجه. الرقاقه او التشيب اللي عم تحكي عنك حضرتك وين بتحطيها؟ كيف تمشيها؟ بتمشيها على الكمبيوتر، على لابتوب؟ ايوه ايوه، هي بتكون بترتبط بالكمبيوتر، وبعد كده انت بتنظم، بنعمل اللي هو بروجكت على الكمبيوتر، بيكون عليه مخطط معين حسب اذا انت عايز تطور نظام كهربائي، اذا عايز تطور نظام الكتروني، المخطط بيكون بيعتمد على بعض الحاجات، فهي متكامله. يعني اذا عايز تكون نظام كهربائي اكيد انت عندك علاقه بالكهرباء. طيب فبيكون في عندك البيزك المعينه. وبالنسبه للاطفال، بالنسبه للاطفال ما بنفترض طبعا انه يكون عندهم بيزك معينه، فبنقوم نحن نديهم مثلا، نقترح عليهم مشاريع من عندنا، مثلا مشاريع التطوير، مثلا العاب معينه، تطوير بلاي ستيشن، تطوير ايباد كذا. فبتكون بنديهم من الفيزيك، من بدايه الفيزيك طبعا، اي تكنولوجيا معتمده على الفيزيك. طيب اسراء، انا عارفه انك انت مديره معهد كامبريدج، ايه الاقسام اللي عندك في المعهد لو انا شخص عايز يلتحق بي اقدر استفيد منها؟ شوفي، هو اول حاجه طبعا الحاجه الاساسيه اللغه، اللغه اللغه الانجليزيه هي الان طبعا في العالم كله، يعني حتى اذا انت مشيت الدوله ما بتتحدث اللغه الانجليزيه، بتلقي اذا انت بتتحدث اللغه الانجليزيه دائما يا اما اللغه الاولى يا اما اللغه الثانيه. فاحنا عندنا طبعا كل المقررات باللغه الانجليزيه، حتى عندنا مثلا بالنسبه للاطفال في برنامج السمارت برين اللي هو الحساب الذهني، وبالاضافه لبرنامج الايبوت هو طبعا للاطفال وللكبار، وبعدين في برامج التنميه البشريه، انه انت شنو اللي اتعلمته وشنو حتستفيد منه. يعني هي عباره عن كورسات، انا ادخل مثلا اخذ كورس انجليش، كورس في التنميه البشريه. بالضبط. قديش طولوا الكورسات؟ بالنسبه لموضوع اللي هو التعلم الذكي، هو 8 مستويات. نعم. كل مستوى عباره عن 10 حصص. كل مستوى 10 حصص، وهم 8 مستويات. هم 8 مستويات يعني. كل مستوى بتخلص مشروع. جميل جدا. طيب انت حكيتي انه باللغه الانجليزيه لازم يكون الانسان اللي بده يفوت لهذا المشروع. اوكي، انت حكيتي نحن ما بنسميه منهاج، بنسميه مشروع. منهاج بنسميه مشروع. مشروع، جميل جدا. اللي بده يفوت على المشروع لازم يكون عنده وملم باللغه الانجليزيه. ليش مش ما في باللغه العربيه؟ سبيشلي احنا في دوله عربيه، يعني نحن هل هو وسيله اجبار للتعلم باللغه الانجليزيه لتقويه هو اللغه الانجليزيه؟ اصلا هو البرنامج شو يعني الغايه؟ البرنامج اجنبي. لا، البرنامج عربي على فكره، كمان عربي ويدرس بالانجليزيه. هو البرنامج عربي بس احنا بنطور باللغه الانجليزيه، لانه كل تاريخ العلوم، معظم، مش اقول كله عشان ما اعمم، معظم تاريخ العلوم التكنولوجيه انجليش، حتى المراجع، حتى في مصطلحات ما تقدر انت يعني، حتى في يعني مصطلحات خلينا نقول بين العربي والانجليزي. بالضبط، يعني حتى انه لما انا اكون مثلا انا حسب ذكرت لكم قبل شويه، قلت لكم انه في يعني اللي هي البرمجه اللي هي احنا بنسميها رقائق، فهي رقائق عندنا في اللغه العربيه حتى عندها معنى ثاني، يعني ما نفس الحاجه المقصوده بس احنا ترجمناها، فبنلقى انه احنا المصطلحات كل ما كانت نفس المصطلح الاساسي وانت بتديه للشخص اللي قدامك، فهي كل ما الشخص درس العلم بلغته بيكون افضل يعني. طب وانت بتدرسي حاجه في المعهد؟ بتدي مثلا؟ انا بدرب البرنامج الايبوت، انا اساسا مهندسه اتصالات، بدرب برنامج الايبوت بكل مستوياته. الريبوت قديش اسمه؟ ايبوت. إيبوت. الشركه مسمياه ايبوت، هو كان ريبوت بس بعد كده غيرنا سميناه ايبوت، لانه الريبوت بقى يعني طورناه، هو كان بس مجرد ريبوت بس سميناه ايبوت لانه بقى شامل، ممكن يدخل في كذا مجال، يعني ما بس انه ريبوتات، زي ما قلت لك ممكن نطور نظام اي برمجيات والى اخره، برمجيات كامله. نعم، متكامله. طيب انا بعتقد انه يعني هيك نماذج راح تكون مفيده اكثر شيء لطلبة المدارس، وخصيصا كمان اللي مقبلين من انتهاء المرحلة الدراسية، انه من يدخلوا مشاريع مثل هيك يستفيدوا منها وياخذوا شيء جديد في حياتهم. أيوة. بس انا بدي اسالك في شغلة واحدة. أيوة. انه كيف بتم اعتماد المنهاج؟ بناء على اي اساس؟ او شو القوانين اللي يعني ممكن تحتم اعتماديه هذا المنهاج؟ اعتماديه المنهاج. ايوه نعم. طبعا هو عموما المشروع طبعا بيتكون من مواد، والمواد طبعا لازم تمر دوليا، لازم يكون عليها موافقات معينه،
فهو ماخذ كل الموافقات. احنا عندنا يعني عندنا المصادقات، لانه المواد طبعا ممكن يكون في مواد سامه، مواد خطره، احنا عاملين يعني حتى احنا الامن والسلامه هو مر على كل الموافقات الدوليه بالنسبه للامن والسلامه، بالنسبه من ناحيه انه التنقل المحتوى فكل حاجه، فمنها احنا ماخذين الاعتماديه. طب انا عايزه اوسع شويه الدايره. اسراء، قد ايه مهم اصلا يكون الشباب عندهم وعي فكره ان هم مش بس انا خلصت تعليمي او اتخرجت استوب، لازم ابدا كمان دورات اخرى زي دورات التنميه البشريه او اقوي انجليزيتي او حتى اتعلم لغه جديده من وجهه نظرك؟ شوفي، هو زمان كان انه اكثر حاجه انه مش عشان الوظيفه، حتى الدراسه الناس كانت بتدرس عشان الوظيفه. فاحنا في الفتره الاخيره كمراكز تدريب او احنا يعني في مجال التدريب بنحاول بقينا نتوجه اكثر حاجه لطلاب الجامعات، انه انت شخصيا يتاهل في شخصك بغض النظر عن انه عشان وظيفه معينه ولا عشان حاجه معينه. فدي رساله احنا بقينا الان شغالين عليها، عشان كده بقينا اكثر حاجه مركزين على الطلبه، انه انت على نفسك يعني ذاتيا. حتى الطلاب مثلا اطفال، يعني ممكن الواحد يكون ما عايز يكون مثلا يدخل المجال الهندسي، بس فكره انه هو بحب التكنولوجيا دي ما مشكله بالنسبه له. عدد اللغات المستعمله في كسيستم عندكم؟ احنا عندنا العربيه والانجليزيه بس. بيجيكم مثلا ممكن لبعدين تفكروا انكم تحطوا غير لغات، الماني مثلا، اسباني؟ والله ممكن، بس احنا بنحب دائما الاعتماديه الدوليه. يعني مثلا احنا ما حد كامبريدج البريطاني، لانه احنا عندنا معتمدين اللغه الانجليزيه من بريطانيا ومتعاقدين مع جامعات بريطانيه، الكورسات المناهج حقتنا برضها كمان بريطانيه. فما اذا لقينا اوكي يعني اعتمادات اي لغه ثانيه، اوكي ما في مشكله. طب اسراء، قد ايه في اقبال، او خليني اسالك، الاقبال اكثر من طرف مين؟ هل هو من قبل الاطفال ام هو من قبل الكبار، او خلينا نقول المراهقين والشباب بشكل عام؟ والله هي متوسطه، لانه الاطفال راقبينها، في منهم خريجين الجامعات، في منهم اكثر طبقه اللي هم الستيل هم بيدرسوا في الجامعات، يعني طلبه حتى لو ما بيدرسوا في المجال، طلبه الجامعات حتى ما بيدرسوا في المجال بتاع التكنولوجيا، هم راقبين البرنامج بتاع التعلم الذكي ده بصوره مو طبيعيه. حلو جدا، يعني في كي تلتحقي فيه ما في مشكله والله. بس ما في عمر معين لها؟ يعني لا، ما في عمر معين. انا كنت عايز اسال، وما في تخصص معين، عم نبدا معك من الزيرو اذا انت حسب الليفل حقك. يعني مثلا اذا انت اوريدي دارسه هندسه او انت في مجال التكنولوجيا او كذا، اوكي. اذا انت لا برا المجال بس حابه الفكره، حابه، اوكي. يعني في كله عنده منهاج، يعني ممتاز. الموضوع مشوق جدا وحلو. يمكن هلا فتره الصيف الواحد يملي فراغه بهيك، خلينا نقول تعلم ذكي، يستغل وقت فراغه. بصراحه احنا كثير انبسطنا فيك يا اسراء، وان شاء الله نورتينا، نعمل لك جوله وزياره. اهلا وسهلا، على الانظمه الذكيه شرفتينا ونورتينا. رح نطلع بريك ومن بعدها راجعين. اهلا وسهلا.